بعد ضجة نقل حكيمي ممتلكاته لوالدته. هبة عبوك تخرج بتدوينة غير متوقعة، إليكم التفاصيل. خرجت الممثلة التونسية هبة عبوك بتدوينة مثيرة للجدل عقب انتشار خبر تلقيها صدمة بعد مطالبتها بنصف ثروة حبيبها السابق ووالد طفليها الدولي المغربي أشرف حكيمي بسبب تنازله عن جميع ممتلكاته لصالح والدته. وشاركت هبة عبوك تدوينة اليوم الأحد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام. اعتبرها البعض ردا على الأخبار الأخيرة التي تصدرت عناوين الصحف العالمية. وكتبت الحبيبة السابقة لنجم باريس سان جيرمان: تذكر، لا يمكنك التحكم بكل شيء في الحياة، ولكن يمكنك التحكم في كيفية التفاعل معها. تخلص من الحاجة إلى الكمال، احتضن جمال اللحظة الحالية، وثق بذلك الكون يساندك. ويشار إلى أن الممثلة التونسية هبة عبوك أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها رفقة شاب في أحد المطاعم، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما. وظهرت هبة عبوك وهي تتبادل النظرات الرومانسية مع صديقها الذي علق على الصورة التي جمعتهما قائلاً: أعشقك. وراودت متابعي ثنائي هبة عبوك وأشرف حكيمي الشكوك حول ما إذا كانت تعيش قصة حب جديدة، على الرغم من مرور فترة قصيرة عن انفصالها على والد طفليها. وقد كانت هبة عبوك تمني النفس بالحصول على نصف ثروة اللاعب بعد إعلان انفصالها عنه قبل أن تتعرض لهذه النكسة، حسب وصف المجلة الفرنسية التي أكدت أن الممثلة الإسبانية من أصول تونسية ستلجأ للقضاء ولن تجد صعوبة في الحصول على مبالغ محترمة لرعاية طفليها من أشرف حكيمي، لكنها لن تحصل على أكثر من ذلك.